صراع التاريخ سيجمع بين ليفربول وميلان في مواجهات الأربعاء، وسبق الفريقان أن التقيا مرتين في نهائي البطولة القارية. الأولى كسبها الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح ليتوج بطلا عام 2005، بينما توج ميلان بطلا لأوروبا في نسخة عام 2007 من دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على ليفربول بهدفين مقابل هدف. بالنسبة لليفربول وميلان طبعا هو يعني مباراة مهمة جدا، فرقتين كبار، فرقتين عندهم بطولات كتير في دوري الأبطال، كمان ميلان عودة مرتقبة لدوري الأبطال بعد سنين من الغياب. أتصور بأن ميلان بادئ الموسم الحالي بشكل مميز كما أنهى الموسم الماضي. في المقابل الليفر أيضا أعتقد أنه هو فريق يعيش فترة جيدة جدا، محمد صلاح في أفضل حالاته، ليفربول بيتميز بالضغط العالي المميز، عودة فان دايك إدت خلت الدفاع عنده قوة كبيرة جدا. أنا بشوف أن نتيجة المباراة أقرب لفوز الليفر، وإن كان ميلان في الفترة الحالية هو خصم لا يستهان به.